بصفة عامة الغرض من هذه المحاضرة هو التعريف بالإسهامات ديال أمريكا اللاتينية في مجالين أساسيين بالخصوص، المجال الاقتصادي والمجال ديال السياسي، يعني وبالضبط المجال ديال الانتقال الديمقراطي. كيفاش كيتم هذا الانتقال؟ شنو العراقيل اللي كيمكن توقف أمامه؟ كيفاش نتجاوزوها؟ هذا هو السؤال. وطبعا الغرض من المقارنة وهو يعني ماشي تقليد الأعمال التجارب الأجنبية، ولكن هو الإغناء ديال التجربة الخاصة ديالنا في الأكاديمية. الآن في واحد السلسلة كما قلت من قبل ديال اللقاءات والدورات حول المناطق أو الدول اللي فيها تجارب مهمة من ناحية التطور ديال هاد الدول. فاحنا قمنا بدورة حول إفريقيا كأفق للتفكير، وفي هذاك اللقاء واللقاءات تعرفنا على تجارب في إفريقيا وخلقنا واحد اللقاءات واحد اتصالات مهمة حتى يكون هناك يعني استفادة من جميع التجارب. الآن شوفوا أمريكا اللاتينية شنو قاموا في التطور ديالهم، شنو هما التجارب ديالها اللي قاموا في جميع الميادين ديال 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 التطور. وطلبنا من الأستاذ حمد حرزني اللي هو عنده خبرة في هذا الميدان باش يقولنا ويفسرنا ويوجهنا هاد التجارب ويعطي المثقفين الآن اللي تحضروا في هاد اللقاءات ديالنا الرأي ديالو حول هاد التطور، اللي هو يعني بكل صراحة وانتم ما شفتوا عنده واحد الخبرة في هاد الميدان.